ومشروع ثاني من المشاريع الشبابية السعودية معانا دلال الضبيب. طبعا نتعرف على مشروعها ونتكلم عن تفاصيله أكثر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مشروعنا هو توكيس إليجنتس، براند سعودي بالنسبة نصنع الإكسسوارات والجلود والعبايات يعني باحتياجات الزبون بشكل أنيق. دلال، اليوم نشوف مشاريع شبابية كثيرة من حولك، اليوم أنت واحد من هدول المشاريع، وش تحب تقولي لهم بما أنهم صاروا قوة اقتصادية وحركة شرائية مختلفة؟ طبعاً بعض الشباب يعتقد أن الأفكار يعني جداً محدودة بالنسبة للتجارة، لكن الأفكار جداً كثيرة ومتنوعة، لكن تحتاج لها الصبر والإبداع. مشروع آخر معانا رهف حلمي، راح تعرفنا أكثر عن تفاصيله. هو يعني بناتي وتفاصيله مرة حلوة، وبالنسبة للبنات يعني حاجة مرة مهمة. رهف قولي لنا. طيب، احنا فريق جلتش اند جلام، عندنا هنا ستيشن نسوي نيلز، نسوي جيل اكستنشنز، نيل ارت، كل يعني اي شيء تتخيلي للنيلز نسوي فيس ميك اب زي ما انتم شايفين، يعني فيستيف ميك اب، ونسوي فيس جلتر ونسوي كمان بريد. الفيس ميك اب والبريد شباب وبنات، مو بس بنات يعني، عشان اللي يبغى يجي. النيلز بس بنات.